السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الموعد المناسب لوضع السماد العضوي للتربة وفوائده للتربة والنبات. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا من العناصر اللي بيحتاجها التربة هي السماد العضوي، فلازم طبعا نعرف الموعد المناسب لوضع السماد العضوي للتربة. فطبعا افضل موعد لوضع السماد العضوي هو فصل الشتاء او فصل الخريف، يعني الايام هذه لو عندك تربة جاهزة فابدأ بوضع السماد العضوي. فطبعا هذا السماد العضوي اللي ان شاء الله حيتم وضعه للتربة. فطبعا من فوائد السماد العضوي بساعد في زيادة تنشيط التربة وطبعا في زيادة خصوبتها، طبعا لأنه يحتوي على عناصر ضرورية للتربة مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وطبعا يساعد على القضاء على الفطريات اللي بتضر الزراعة أو المزروعات اللي حنزرعها. فطبعا احنا ان شاء الله بعد ما نقوم بتجهيز التربة وحراستها ان شاء الله حيتم إضافة السماد. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا الشكل السماد، لاحظنا. وطبعا بعد ما يتم وضع السماد العضوي للتربة لازم ما نقومش بالزراعة مباشرة لانه حيصير احتراق، يعني لو زرعنا شتلات حيصير احتراق في الجذور وحنلاقي انه النبات مات، ولو زرعنا بذور مش حتنمو. فلازم بعد وضع السماد العضوي في التربة لازم نستنى من اسبوع لاسبوعين حتى تتحلل، لاحظنا امامكم، حتى السماد يتحلل في التربة ويختلط مع التربة، وبعدها يعني نقوم بالزراعة وان شاء الله حنبدأ نجهز في المزروعات الشتوية وابرزها الفول. فلازم الفول بيحتاج للسماد العضوي وكذلك التربة اللي حنزرع فيها، فان شاء الله حنتابع معاكم كل هذا بالتفصيل. واتمنى تكونوا عرفتوا الموعد المناسب لوضع السماد العضوي وفوائده للتربة والنبات. فيعني لو عندك سماد عضوي فابدأ بوضع السماد من الان لانه هذا افضل وقت لوضع السماد. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، لو في سؤال اتمنى تكتبوه اسفل التعليقات، وان شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.